زي كفن تبع الموجة. انت ولد الوردية؟ تولد في الوردية ما توا نسكن في حي شعبي جار مقديد سيلي. تقول انت الكلها تونسية؟ حي شعبي. حي شعبي تو موجود حي الشعبي في جار مقديد. ما محبش يقول هو في حي ابن خلدون يقول في حي رمانة ما بيناتهم شجرة الكلها حومة حومة تحية أخوي. أسمع شوف السكتور ذاك نحترمه ياسر. السكتور اللي بعد الشجرة كل كل حي الرومانة حي تحريق حي ابن خلدون حي التذام الإكسفان وكل ما تابع الكل كل التحية كبيرة للمستمعين هذيك. اخدموا معنا في الراديو هما اللي بري كونسوماتور دو لا شوز. هما اخدموا معنا في الراديو الله يهديك الله يهديك ربي جرحي عسلي. سلام على مقديد باشا. على مقديد هو اللي طلعنا في سيدي الشيخ. مقديد هو طلعنا بسيدي الشيخ خمس سنين ست سنين احنا قاسيين في سيدي الشيخ. ثقافته اخرى مقديد سيدي الشيخ. نعرف يا شيخ المرنيخ اللي الولاد شيخ فهمت. اي فنان خوك شيخ. اي شيخ وحب حب يعدي دكتوراه يا اخي دخلوا الحبس ما تقعد بيت. خوك ما يسلم هجرير الناس اللي ممكن ما عندهش شيخ ربي فضله حافظ ما زارش بعد 25 جويلية. لا هو ينابا مازال كي مرض بالكورونا ربي يشفيه. ربي يفضل يا خويا هذاك ظلموه مظلوم. الرجل هذاك كان يصلي بجماعه النهضه الكل كان يتلموا في دارنا في خمسة ناج دلبي والبوليسية هبطونا من الميزاب خويا. واللي صار في أنا وصار في أمي اللي يرحمها ماتت بالكونسير على خاطر الفجيع وكل. وفي الأخر السيد هذاك تغرب و22 سنة في باريس. صدقني التليفون بتاعه كي نقز يتعدى الوزارة الداخلية متاع تونس. كان كيمشي للسعودية تلقى ثلاثة أربعة يتبعوا فيه وبعث له بن علي وجماعة باش معناتها باش يصلح ما بيناتهم. ما باعش دينه هذو ما باعوا دينه آخر حكاية يدخلوه الحبس راجل. شكون هذوما؟ هذوما جماعة اللي ضربوا جماعة بالرش في سلينا. شيخ معاكم كان يعلم فيكم في يحفظ فيكم في القرآن في جامعة باي محمد في جامعة سبحان الله في بسويقة دخلوا للسجن وكلموا مرته قالوا لها أحمد ربي معناتها أنا نجم نخرج من هوني نجم يتيروا عليا معناتها فما واقع مر 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 معناتها حاجة من الحاجات اللي خدمة انه ما سمعتكش حكيت قبل ذي لا ما فما حديث ما يتسمعش خاطر انا ريت علاش عامل توا اغنية البرلمان كيتو دوبل. انا نقول لهم يزي راكم توما كما قال الرئيس قال كل ما يعمل لك قانون ولا كيفاش قالها صباح شفتها هو يعمل لك قانون يجي وراء 10 سراق عاملينه على كيفهم على قياسهم على قياسهم. ونحن الشعب صفقات زاد اي صفقات نحن الشعب لين انا نحب نخلص. انا جاتني اخر مره مليون 800 ضوي خلينا عندي كوشه مشيت نخلص يا ولدي قالوا لي فنان انت ما قلت خلص على مرتين قال لي فهمت كيفاش.